حارس المرمى صاحب الخبرات الكبيره مع نادي الزمالك شيكابالا، واللعب خلف الاطراف خلف سيد معوض، وادي انطلاقه حلوه وانفراد، واول اهداف اللقاء جول. اول اهداف اللقاء جول. ادي امامنا عمر جابر، الزمالك يلعب خلف مدافع النادي الاهلي، كره خلف المدافع كان متقدم سيد معوض، وانطلاقه حلوه قوي، شيكابالا يضع التمريره الاماميه ويسجل على طول عمر جابر في الدقيقه الرابعه من بدايه اللقاء. انفراد حلو قوي، بص شوف شيكا بيعمل ايه، الزمالك مركز على نقاط ضعف النادي الاهلي، وادي امامنا فرق السرعه ما بين نجيب وعمر جابر، ويحطها على القدم الثابته لشريف اكرامي عشان يتقدم الفارس الابيض باول اهداف هذه المباراه. الزمالك يتقدم على الاهلي في هذه المجموعه، فوز ليوبار بالامس على اورلاندو يعني جعل إمكانية أن يكون الفرق الأربعة برصيد 7 نقاط ويبقى الحسم في الجولة الأخيرة. نتمنى إن شاء الله يكون الأهلي والزمالك. أحمد فتحي تحركات لاعبي النادي الأهلي بقى في العمق، وليد سليمان، وممكن التعادل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هنا المساحات في وسط ملعب نادي الزمالك، والتعادل من وليد سليمان في الدقيقة 9 ملعوبة حلوة حلوة حلوة، وهدف شبيه بالهدف اللي سجله في مرمى ليوبار. وامامنا هنا على طول السعاده، شوف الكره الملعوبه في العمق وقطع حلو قوي، عارفين نقاط ضعف بعض الاوراق مكشوفه، لم يراقب لم يضغط فتح الله ولا عبد الشافي، وليد سليمان يهرب وبيسرى جميله حلوه حلوه في المقص، هدف التعادل هدف التعادل، مباراه قمه بالفعل، والتعادل 1-1 بعد 9 دقائق. عمر جابر في الدقيقه 4، وليد سليمان في الدقيقه 9، ويبدو ان الاوراق مكشوفه.